أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا كان الفندق في نهاية جمرة العقبة، إذا كان الفندق بجوار جمرة العقبة في العزيزية، هل يجوز لي المبيت فيها أيام التشريق؟ لا، ما أنت في منى. جمرة العقبة هي آخر حد من منى، فما إذا كنت بعد جمرة العقبة فأنت خارج منى، إذا كنت قبلها مما يلي منى فأنت في منى. نعم.